خلي فاطمة معنا على الخط. الآن مشاهدينا الكرام الآن نجري السحب ونختار أول فائز معنا عن سؤال حلقة الأمس. بسم الله الرحمن الرحيم، نختار الفائز الأول. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967715136001. مبروك لصاحب الرقم، أعيد الرقم مرة أخرى 00967715136001. مبروك إذن للفائز الأول، وقيمة الجائزة 50,000 ريال وجاوب على سؤال أمس بشكل صحيح. طيب يلا الآن السحب الثاني جاهز يا شباب، نختار الرقم الثاني. الآن نختار الثاني، الفائز الثاني عن أمس. بسم الله بشكل سريع، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والفائز الثاني والرقم على الشاشة الآن، والفائز بالجائزة صاحب الرقم 00967773877. إذا مبروك لصاحب الرقم اللي على الشاشة، والرقم 00967773877. مبروك لك 50,000 ريال. طيب الآن نختار الفائز الثالث قبل ما نختم، الفائز الثالث عن سؤال أمس. والآن نجري القرعة على الهواء مباشرة، نختار الفائز الثالث، قيمة الجائزة 50,000 ريال. بسم الله، صاحب النصيب هو الفائز صاحب الرقم 00967771142112. إذا صاحب الرقم 00967771142112 هو الفائز الثالث معنا عن سؤال أمس. مبروك لك 50,000 ريال يمني.